كان عندي ولدي كسول ما يقراش، ولا اليوم طيارة في القرية الأساتذة حاروا فيه، واللي تنقول له عمك نقش عراه جاي أي طيفة طيارة. ولا كيخلعوا ولادهم بالقجع، ولا القجع هو بوعو ديالو. سمع سمع سمع، ولينا نقولوا له نقجع دخل للدار بكري يجي يجري، لأن في التلفازة ديالنا كي نحلوا التلفازة لقاو غير القجع، نطفيوها نشعلوا الراديو القجع. أنا كرشي كانت مريضة مشيت للسبيطار قلت لها يا مدام ديري لي التلفازة نتفرج بالتلفازة بالخرجة ديال القجع. يا وليت ندخل اليوتيوب ونرقب غير بلاتي حتى واحد ما يشوفني باش نتفرج في خدنا المغاربة. يا وليت نتفرج نشوف هذا القجع شكون هو اللي خوفنا ركبونا في الدم ديالنا القجع على التلفازة كاملين فيها القجع القجع، ولينا نسمحوا بالقجع ولينا احنا على كبرنا ندخلوا بكري لديورنا. يا هذه كارثة، قلت انا نرقب على خدنا المغاربة نشوفوا شا عندهم شكون هو هذا القجع اللي راه مخوفنا. لقيت هذا القجع يا يخدم مسكين بلاده وخادم مع الروح الرياضيه دياله، يوم المشاريع والزفيرات غاديين، يوم الملك ديال المغرب ربي يحفظكم يا المغاربه، والله ربي يحفظكم ويطول في عمره وربي يشافيه لكم. يا كان ندخل نرقب على محمد السادس ربي يحفظكم، يا كان نلقاه غير مع الزفيرات والمشاريع ما كانتش بدون شتومه كاع في الهضره كاع. انا وليت مصدوم، وليت نشوف هاد المشاريع منه الخدمه منه وكل شيء، وهذا كي يقولوا له عندكم ذاك بوريطة هذاك بوريطة عاوتاك اللي بان الخدمه. انا يعني بقيت نقول مالنا حنا، مالنا حنا شفنا الناس راه غادي عمرهم ما شفتونا هادو كاع، وحنا يا التلفازه ديالنا نقشع نطفيوها الراديو نقشع مشينا للسبيطار نقشع ركضنا. ليش انا واش عمركم في القنوات الرسميه المغربيه سمعتوهم كيهضروا على الكراغيله؟ حنا اللي كنهضروا عليكم. حنا اصحاب السوشيال ميديا. وليت النومه شي مره، وليت النومه ونخاف ندير هكا نخاف نقول كيحلموا بالقجع مساكن اش غادي البني كرغل. ندوزو الفيديو اخر. انا جايه هاد المصريين والله الا عالم شوش كتبوا. شوف لا لا خوتنا المصريين على مخر. اسمع اخواتنا المغاربه بيسالوا لو احنا حساسين من حاجه معينه ممكن ننسحب بسببها. احب ابشركم انه لو شلتم الاهرامات وابو الهول وحطيتوهم جنبتي الدحميس ولا هيفرق معانا. هنلعب يعني هذه قريتها لكم بالمصريه، هذو كتبوها بالمصريه قريتها لكم بالمصريه. قال لك واخا تحيدوا تحطوا الاهرامات حدا اتاي الدحميس، زعما تقول الاهرامات راه ديال المغرب، حنا راه غادي نلعبوا ربما بسوق. مشاو زعما الاغلى حاجه عندهم هي الاهرامات. تحفه دابا راه الطريقه علاش كيطلعوا على الكراغله، زعما نتوما انسحبتوا على حنا كما انسحبوا جوا خايدين. تزول فيديو دوك تدخلوا لوطيل واش تلقاو؟ واش تلقاو فيه؟ مصورين فيه الخريطه كامله بها بالصحراء تاعها. ريدو ريدو في لوطيل تلقى فيه الخريطه تاع الاخر. واش حدير ما تباتش؟ والله تبات فيه، والله تبات في المطار. ديشا واش حدير؟ فهموا ربنا واش رايحين نديروا. الصحن اللي تاكل فيه دروك البيع ديال الجزائريه يلقاو فيه مصورين الخارطه تاع المغرب كامله بها بالصحراء تاعها. واش دير هو زبي ما تاكل؟ حتى كنقولوا راه شط الطريق راه ما غاديش يتلقى. واش الكارت ربك الكارت ما على باليش انايا اللي تمسح بيه. صافي حبس تمسح بيه حبس كمان نيف فمك هذاك وتلقى فيه الخريطة تاع المغرب. واش دير زك؟ بركة 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 بركة. دوز الفيديو آخر. هل تقبل أن يحدث استفتاء في الجزائر لكي يأخذ الأمازيغ قطعة من الجزائر والعرب قطعة أخرى؟ ما دخلكم بيننا وبين الجزائر؟ وما دخلك أنت بقضية الصحراء؟ هل هي جزائرية؟ شفت الآن كي ظهرت شفت كيفاش ظهرت؟ هذا سؤال يسأله كثيرون. ما علاقة الجزائر؟ شتي ما قدرش يجاوب. هما كيقولوا لك اش دخلكم بيننا وبين القبائل وما عرفوش بلي اش دخلهم بيننا وبين الصحراء والمغاربه. دوك راه مغاربه. هل تقبل ان يحدث استفتاء في الجزائر لكي ياخذ الامازيغ قطعه من الجزائر والعرب قطعه اخرى؟ ما دخلكم بيننا وبين الجزائر؟ وما دخلك انت بقضيه الصحراء؟ هل هي جزائريه؟ شفت الان كي ظهرت شفت كيفاش ظهرت؟ هذا سؤال يساله كثيرون. ما علاقه الجزائر في القضيه؟ هي تقول انها محايده.
هل تقبل أن يحدث استفتاء في الجزائر لكي يأخذ الأمازيغ قطعة من الجزائر والعرب قطعة أخرى؟ ما دخلكم بيننا وبين الجزائر؟ وما دخلك أنت بقضية الصحراء؟ هل هي جزائرية؟ نيشان كبغيتكم تتناقشوا الكراغلة. أعطي الفوق الرأس في نصنا الإخوان. سنانا دوزوا الفيديو آخر. أقسم بالله العظيم يبقى الشعب المصري شعب دم خفيف، شعب طيب، شعب خلوق، شعب راقي. أقسم بالله العظيم هذه أم الدنيا يا اسطى. أم الدنيا. شاب مصري أعطانا الحل، قال يخاطب نهضة بركان: إذا تريد يا نهضة بركان الفوز على نادي الزمالك المصري عليك بوحدة، تحت شاي الدحميس حط صورة أناحي على التيشيرت وبتنسحب الزمالك وكذا حنكسب. نديرو أناحي عدو فاش كيقولو براكم كاتبكيو عالم أناحي أناحي ضربهم بالكاو في إفريقيا. ندوزو الفيديو آخر. انا اكسبر الكراغلة، جيت لهنا اكسبر عليكم ولاد الكابرة ناس، نوريكم الخريطة المغربية الكراغلة هذي كتعرفوها ولاد الكابرة ناس، هذي الساقية الحمراء تعرفوها الكراغلة، باش عارف راني ما كنكذبش الكراغيل، هذي هي الخريطة يا الحكارة يا ولاد. اول هذا دابا ميساج لهاد الكرة كنطلع ماشي جزائري ما فاهمينش، كيقول لك الصحراء ما راكمش فيها، احنا راه كنتساراو فيها، راه احنا في المغاربة وفي الصحراء المغربية. واش ما قراو واش ما فاهمينش انتوما غير جايين تناقشوا ما فاهمين حتى لعبة. الصحراء المغربية ترفرف فيها الراية ديال المغرب، كترفرف في شي راية أخرى. ها هو مغربي على بستوني المنتخب كيتسارى في اصبع، ما حررتوش الجماجم، ما جبتيش جدك من المتحف، ما جبتيش وثيقة الاستقلال. أما ماكرون كتستعبدو ملي كيجي عندكم هالكراغلة، حنا المغاربة اللي عاوناكم على الاستقلال ديالكم حضرتوا علينا، علاش؟ لأن حنا كنحتارموكم ولاد المملكة يا الكراغلة، نتوما لا أصل لا تاريخ لا هوية لا أب لا أم يا الكراغلة، يا ولاد الجيش الإنكشاري خالص استعمرتكم إسبانيا 400 سنة الكراغلة، وتركيا 800 سنة، وفرنسا 132 سنة، وهمكم المغرب وهمكم الصحراء، ولا ديتوا الصحراء هالكراغلة الصحراء هانتوما خوتي المغرب المغربي وسط الصحراء المغربية. يلا اش كتقولوا في هذا الشيء الكراغلة؟ ها هو وسط الصحراء بارطاج وصلوا للتبون وش نطيح هذا الفيديو كون هاني واصلوا على اكسبر الكراغلة. لا حياة لمن تنادي، عرفتي هاد الكراغلة هادو ما عرفناش فين غادي نصنفوهم، واش مع المسطين واش مع اللي نص عقل، ماشي نص راه عشور د عقل هما. اخوان وصلنا لاخر هذا الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله، ديما مغرب من طنجة للكويرة. السلام عليكم.